السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، اليوم سوف أقدم لكم طريقة الحجز من معبر جرابلس الحدودي. بتمنى من الجميع دعمنا بالاشتراك في القناة ودعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مشان الكل يستفيد، لأنه في كتير عالم مضطر عن نزله، وعالم كتير حاولت العيد الماضي وما قدرت تنزل. الكل يحاول يعتمد على نفسه، وبنفس الوقت اللي إذا في حدا يحجز لكم كمان حطوا أساميكم عند المكاتب، وراح أحط لكم طريقة الحجز هلا بالشرح. خليكم معنا الفيديو. هي هي الواجهة الأساسية للموقع. في عندي خيارين، إما موعد جديد أو تعيين شيك. بالنسبة لتعيين شيك نستفيد منها إذا كان في عندي حجز سابق وأنا ضيعت هذا الحجز مثلا، بفوت لهون بحط رقم الكملك وبيعطيني الحجز الموجود عندي. طيب نضغط على موعد جديد لحتى نقدر نحجز موعد جديد. مثل ما شايفين قائمة بسيطة وتعدادات بسيطة، لازم نعبي هاي الفراغات. نبدأ برقم الكملك، رقم الهوية تي جي، سواء 99 أو 98 أو رقم الوثيقة، وثيقة تسجيل على الكملك. أي أثبات لرقم التي جي فيك تحطه بهاي الخانة. وهون بنحط الاسم والكنية واسم الأم، اسم الأب، رقم الهاتف، الإيميل. اجتني تساؤلات كثيرة على الإيميل أو البريد الإلكتروني. بالنسبة لهذا الفراغ رح نسجل أي إيميل موجود عندك، سواء جيميل، هوت ميل، ياهو، أي إيميل. حتى لو ما كان في عندك إيميل ما في مشكلة، لا تحط إيميل، الأهم في الموضوع هو رقم الهاتف. رقم الهاتف ما تنساه ضروري، ولكن الإيميل ما في مشكلة إذا تركته فاضي. من هون بنحدد تاريخ الدخول إلى سوريا، ومن هون بنحدد تاريخ العودة إلى تركيا. طيب خلونا نساوي مثال عملي على ذلك. مثلا هون بنحط رقم التي جي 99، وهون بنحط الاسم. طبعا الاسم لازم يكون باللغة التركية. لازم نأكد على هاي المعلومة، انه لازم تكون المعلومات مطابقة تماما للمعلومات الموجودة بالكملك. اذا كان مكتوبة بالاحرف كبيرة بنكتب احرف كبيرة، احرف صغيرة بنكتب احرف صغيرة. حتى لو كان عندي خطأ بالكملك لازم نرجع نكتب الخطأ مثل ما هو. لذلك برجع بأكد لك انه المعلومات الموجودة على الكملك لازم تكون مطابقة للمعلومات اللي هتحطها على السيستم. طيب بنحدد تاريخ الدخول الى سوريا، على سبيل المثال 18/8/2018، تاريخ العودة مثلا 1/9/2018. بضغط على يعنير رانديفو طلبي، يلي بتعني طلب موعد جديد، وبهي الحالة بيكون الطلب صار عندي جاهز. طبعا هون بيحدد لك التواريخ الذهاب وتاريخ العودة وباقي المعلومات الضرورية. خلونا نطبع الورقة، بضغط على يصدر، تفتح لي الصفحة، بضغط على حفظ، بحفظ هذا الملف عندي على الكمبيوتر أو على الموبايل. للمعلومة هاي الورقة كتير ضرورية، بتلزمك لحتى ناخدها معنا على المعبر يوم الدخول، لذلك لازم نطبعها ونحتفظ فيها ليوم دخولنا إلى سوريا. شو الأوراق يلي بتلزمني أثناء الدخول إلى سوريا؟ أهم شيء عندي ورقتين أساسيات. أول شيء هي الكملك، الهوية التركية، بالإضافة إلى ورقة الحجز هي اللي سويناها قبل شوي.